انا ما عنديش مشكله مع محمد رمضان، انا عندي مشكله مع حبيشه، انا ما عنديش مشكله مع السقا، انا عندي مشكله مع ابراهيم الابيض، انا ما عنديش مشكله مع سعيد صالح وعادل امام. ولذلك محمد رمضان كممثل بيقوم بحمله ضد الادمان بدعمه قلبا وقالبا، وشايف ان دي اعظم رساله عملها محمد رمضان في حياته.